صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في فقره جديده من وعي كمانة. اليوم الحديث في غايه الاهميه، ونحن نتحدث عن الشائعه، نتحدث عن تداول هذه الرسائل المغلوطه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الوقفه التاليه سوف توضح لنا بعضا من تاثيرات هذه الشائعات. ها معقوله من الالف يبقى 100 شخص وانا ابو نشحه ابوي حبت ارسلهم في الجروبات كامل. يلا سلاله جديده مره، اجب لازم اخبر الاهل وابو الملعب. يلا اقرب لك شيبه. احسنت ولدي، احسنت. سلامات سلامات، مالي العنبركات. ابوي في الحجر المنزلي ابو جابك. لا يكون هذه السلاله الجديده. لن يقول لك ان 7 جروبات جايتني. صح المشكلة من الألف، من الألف يعيشوا 100. نعم و900 باي موتة. ما فيك إلا الخير، ما فيك إلا الخير. دام دام إن شاء الله تكون من المئين. ما تتهاون أبو حارف لأنه يتغلغل في الدم هذا. إيه صحيح، ماشي الدم إياه بس ويعمل له انتفاضة وهزة كذا. أيوة هو 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 أبو حارف، لا تتهاون لأنه يعمل له قحة. شوفه يتأثر. انا شايفين يتأثر، لكن ما تتهاون ابو حارب، بعدين هذه الكمامه صغيره عليك، احسن لك البس فوطه. تقول لك تروح جبتها هذا الكلام؟ قلت لك هذه السلاله الجديده وجايبينها من الجروبات، ما تتهاونوا. كل اشاعه اشاعه. تعاوني تعال تعال تو، انا باسالك سؤال، انت من هين العلوم جايبينها؟ مع ابو اسعد. ابو اسعد ابو نشحه كيف واقف نشح علوم يا ولدي؟ ما يبقينا انا بعده. يا ولاد الحلال يا أبوي، يوم جيبوا علوم جيبها من مصادرها الموثوقة، جزاهم الله خير. وزارة الإعلام ووزارة الصحة كل يوم في التلفزيون يخبروكم ما تجيبها من الجروب ومو الناس نشحوا. ما غاوك لاد، ما غاو بلادي. لكن أقول تو أنا من 900 ولا من 100؟ تعال ولدي تقاوى، تعال تعال. إنه أي معلومة تجينا يعني ما ممكن نحن ننشر هذه المعلومة إلا بعد ما نتأكد من صحة هذا الخبر، لأنه حقيقة أنا استقبلت كثير أحيانا يعني من الأخبار، والله فلان اليوم توفى فلان، واتفاجأ أنه هذا الخبر يعني ما صحيح. كثير من المعلومات تؤدي إلى عواقب وخيمة، بل قد يكون تؤدي إلى يعني أنه الإنسان يخسر حياته بسبب معلومة، بسبب خبر خاطئ. واليوم نحن للأسف الشديد أصبحنا يعني الكل يتسابق في نشر المعلومات، يريد هو ينشر المعلومة يسابق الزمن حتى يقال أوه فلان عنده الخبر، ويتفاجأ أنه لما ينشر هذا الخبر للأسف الشديد أنه هذا الخبر يعني مغلوط وغير صحيح، و تصير يعني عواقبها وخيمة. أكيد توصلنا الرسائل دائما إشاعات كثيرة ومختلفة، كل واحد يقول لك أنا هذا الدواء حل الكورونا وهذا أشياء، يعني رسائل لكورونا هذا الحين اللي صاير بالدولة. وأنصح الجمهور الشعب العماني أول شيء أن توصل الرسالة توقف هنا، تأكد من الرسالة أول شيء، ومن بعدها إذا أنت شفت مصدرها مصدر حكومة أو من لجنة العليا صدرت هذه الرسالة، كذا أنت ساعد مجتمعك بنشر هذه الرسالة. لكن إذا في رسالة نتداول في الواتساب مثل ما تعودنا نشوف الرسائل الإشاعات الموجودة، كذا احنا نتوقف، ونتمنى من الجميع أن ما ينشر هذه الرسائل اللي ما لها مخرج منها. أخذ المعلومة الحقيقية من مصدرها، ما فلان جاء وقالنا، ولا والله اليوم قرأت في السوشيال ميديا أن الموضوع كذا، ولا فلان غرد، ولا فلان أرسل بالواتساب، ولا هذا. لا، احنا عندنا مجتمع واعي، مجتمع راقي، مجتمع يدرك المسؤولية الاجتماعية الخاصة به. إذن نقول لمشاهدينا الكرام، هي الدعوة الدائمة والمستمرة بضرورة أخذ الحيطة في تداول مثل هذه الرسائل وهذه الشائعات المختلفة، ومن خلال أيضا مواضيعها التي تختلف حسب ظروف الوقت والزمان.
لذلك على كل مواطن ومقيم أن يكون حريصا أيضا في نقل المعلومة، وعلينا جميعا أن نأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية حتى نجنب أنفسنا ونجنب مجتمعنا من أي مخاطر. نتمنى مشاهدينا الكرام أن نكون قد وفقنا بإذن الله تعالى من خلال هذه الوقفات المختلفة من فقرة وعي كمانة وبرنامج قهوة الصباح الذي كنا معكم طيلة هذه الفترة. نتمنى إن شاء الله لكم صوما مقبولا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وندعو مجددا أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لكوفيد-19 وتجنب التجمعات وكذلك أيضا اللقاءات، وأخذ أيضا كل هذه التدابير والإجراءات التي تصدر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا حتى نجنب أنفسنا ونجنب مجتمعنا من أي مخاطر بإذن الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام في وقفات قادمة وبرامج وتغطيات مختلفة بإذن الله تعالى. هذه تحياتي وتحيات كافة العاملين بإدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطنة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.